بتكون عم بتنام بتلاقي انت اكبر قدر غرفه وصالون اخذين اهله وكل اربع خمس اولاد سوا وكذا، بيجي ابوها $5,000 متقدم وعشرة متاخر. يا ومو بس هيك، وذهب بدك تعطيها ذهب سيدي، وبيت لحالها وشغله. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه وياكم. وين ابو مالين؟ لقيت له والله. الشباب ما بدهم ياكلوا غير ليجي ابو مالين. معلم كبير ابو مالك، غير انه معلم في شغله ثانيه ما؟ هو الكلب الكل هون ابو مالك. اجا ابو مالين؟ ما اجا ابو مالين، هلا بيجي. وين ابو مالين؟ هلا بيجي، هرب. معقول دري هون وما هي ولا؟ جابكم هون هرب دغري. لا. وين ابو مالين؟ هلا بيجي ابو مالين. وين يعني هو بيكون؟ بالجامع. ما قلت لي بده يجي ابو مالين؟ ما فتنا على الجامع ما لقينا، مو بالجامع، رايح عم يجيب خضره يمكن للمدام. يكون حدا خبره من هون. ما بعرف. عند مرته الثانيه. بجوز عند مرته الثانيه. انت بتعرفوا ابو مالين؟ طبعا بعرفه. هلا بنعمل مقابله معه، بتحكي لي على ابو مالك، فاذا ما اجى ابو مالك بيكون خلصنا حكينا عنه. شو يعني هو يعني عنده عقليه هيك لحاله يعني عامل زعامه ولا لا؟ عادي زلمه كثير ادمي وابن حلال. ايه بتحق له معناته يكون زعيم اذا ادمي. مشان هيك لانه ادمي وابن حلال مشان هيك. ايه يعني معناته ظريف بالتعامل يعني. انسان طيب وما بيخجل حدا يعني. شعبيته ظريفه ما شاء الله حوله يعني. هي متعبة على فكره انه واحد يكون له شعبيه كثير يعني بيصير يمونوا عليه وكذا ويعني ما بيهدى يعني. هلا هي مزبوط متعبه بس كمان الى ثواب يعني. طبعا انت هون جاي تاخذ ولا شو؟ لا والله انا صاحب هذا المحل. اه لك هون المكان كونك هون صاحب يعني هون المحل وفي محل ثاني عم تقول وهي الشراكة إن شاء الله عم تزبط هون بهال. الحمد لله يعني، الحمد لله يعني. هو بس يكون في شغل ما بيصير في خلافات إجمالا. إيه بس شوي قصر ال. في تقصير بيصيروا بقى بينكشوا على بعضهم مثل ما بيقولوا. بس ما يكون في طمع لسه أحسن. أكيد لا، لازم على طول بالمطاعم لازم يكون إدارة لشخص واحد. يا يكون في ثقة يا ما في ثقة أبدا، وإذا ما في ثقة ما بتصير الشراكة. هو شو بيصير فيه إنه والله مثلا كل يوم بنقول في 5,000 ليرة بتصير 4,000 لك ما في شغل؟ لا هذا أمر طبيعي يعني. هو إجمالا نحن هون سبت وأحد يعني بشكل عام على طول بكون يعني بتعود. باقي الأيام يعني أقل بتجي يعني. عم بيجي يعني كتير ناس عم تشكي سوريين يعني من قلة الأجارات يعني. السوريين وقت بيشتغلوا عند السوريين في هيك شيء يعني إنه ما عم تأدي الرواتب ولا؟ والله هلا ممكن يعني يصير شكاوي من هالشغله لانه كمان صاحب المحل عنده مصاريف يعني غير الاتراك. نحن عندنا اسطوباج مثلا ضرائب، نحن بندفع ضرائب اكثر مما تدفع الاتراك، عرفت كيف؟ ونحن كل شيء بالاجار، عندنا بيتنا بالاجار مثلا، محلاتنا بالاجار، اي شغله بدنا ناخذها كله اجار. التركي بشكل عام ممكن يدفع مثلا راتب احسن لانه ما عنده اجارات، بس التركي ما بيسهل الامور ابدا يعني. ياخذ معلم ما بياخذ اي حدا، ما بياخذ اي حدا. نحن بفضل رب العالمين يعني عم نحاول انه اي واحد بيجينا عم نستقبله بحيث انه حتى نعلمه يعني. يعني حتى لو راح اشتغل برا نحن ما عندنا مشكله يعني، عرفت كيف يعني. ان شاء الله نحن اخر شيء بالنهايه كلياتنا لبعض ان شاء الله، وهذا المطلوب. لازم يعطي مثلا. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله كل عام وانتم بخير. هلا شوف يعني بيصير انه في بالمحل يعني ناس مع ابو مالك ناس. لا هون كله العيد لابو مالك، كله مع ابو مالك، كله لابو مالك. انت بس شوفوا لابو مالك دغري بالصف مع ابو مالك، زلمه كثير غير انه متواضع. في ناس كثير متواضعين بس الا ما يكون عنده سر ابو مالك. والله ما السر بقلب الشاعر يمكن. بايته ابو مالك مو جاي شريف. يا الله الله يعطيك العافيه. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي منشاكم. ابو عبدو كيفك؟ كيف صحتك؟ معجوق ما؟ زحمة قرب العيد.
كيفك؟ الله يسلمك. والله بدي فوت لعندك بس ما بدي انا الهيك عن شغلك. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله الله مفضلها، الله يخليك على راسي. عود عود خذ راحتك. حلو. هلا هون كوي خياطه وكوي غسيل وكوي وخياطه غسيل وكوي وخياطه زلم عم نكوي جلايل عم نقصر كل شيء عم نشتغل هو لك. والمحل يعني بظني بيطلع له شيء 7 امتار مربعة يعني 9 تقريبا 100 الا 96 متر الا شيء 10 امتار. انت صار لك زمان مع ابو عبدو؟ اي والله صار له زمان. انت صار لك زمان معه؟ اي انا صار لي زمان، انا قبله شوي. قبله صارت هي شلون؟ والله اجتمعنا هون بالقهوة ايه. عم نشرب شاي. شو بتشتغل حضرتك؟ والله بالغسيل والكوي. انت شو بتشتغل؟ والله بالخياطة. تعال نحط الخبزات على هالخبز، اشترينا هالمكنتين ويلا وبلشنا نشتغل. وقال الكريم خود شايف شلون هيك. وانت لا بتعرفه قبل ولا ما بعرفه؟ هون تعرفت عليه خلاص. والله هون سوريون تعرفت. يلا على بعضنا ويلا من الصبح زبط معك لانه بجوز مشاكله قليلة. ما في عندنا مشاكل. هو يعني يكون ما عنده مشاكل. إيه الطيبون للطيبات عمي والخبيثون للخبيثات. هذا لو مو طيب الله ما جمعني فيه. قلت نفس الشيء والله ابو عبدو. الله يخلي لي اياك. لو ازعر كان الله جمع مع واحد ازعر مشان يتخانقوا الزعران مع بعض. الله بيحبه. الله يوفقك يا رب. هون تصليح وخياطه و لا كان تصليح وخياطه وكل شيء. ليك تقصير وتسطيح واغراض وبيع ملابس. بنبيع بالي، فتحنا محل تاني نبيع في بالي القطع بخمس ورقات. عاد بدك دعاية انت بس بدك بدك بس انه زبوناتك كتار البركة. الحمد لله الله مفضلها. الحمد هذا سبب يعني اكيد انت بالك طويل يعني طويل. التسعيرة شوي يعني وارخص من ارخص شيء ارخص من الاتراك اللي احنا هون بنشتغل لك. التركي بياخد 10 احنا بناخد 4 ورقات. حلو التقصير. والله السوريين يعني بدهم من يكون معهم هنا لك عايفين حالهم. ثلاث ارباع السوريين هون عايفين حالهم. خلي الله في عالم لهم بلاش ما بدنا اجره. يلا بتعرف هون بتركيا موضوع الصيانه والتصليح وكذا قليل عندهم؟ ما لا عندهم بس اسعارهم 5 نجوم ما لهم متعودين. اذا يعني واحد يشتغل هيك شغله معناته بده يضل اخر بدك 5 نجوم هون يعني. هلا في واحد امبارح 5 مناطرين اخذ منه التركي تقصير وتدقيق 60 ليرة اللي احنا بناخذ 20 4 ورقات واخذ 12 ليره على البنطرو. فرقت هلا هون هي الخبرة رأس مال الخبرة. ايه انا عندي خبرة. وين كنت بالشام عندي معمل لانجري. اجينا لهون اشترينا هالماكينتين احسن ما نشتغل عند العالم عم نشتغل لنا اصلا. حلال عليك. كان في معمل هنيك وشغال و عندي معمل وعندي معمل لانجري وعندي ما شاء الله صلي شي 20 سنة. شو بس الواحد ما لا يعني ما يهدي لازم يكسب الوقت. بس والله بدك الصراحة ما في أحلى من سوريا. الله غير شكل طبعا ما بدأ وين في فرق. والله العظيم بتضل سوريا للسوريين. طيب السؤال إنه الفترة اللي قعدت فيها أنت هون يعني صارت حتى علاقاتك بس مع زباينك يعني مع زبايني صرت بعرف لك نص تركيا أنا. ما في هون السوق كله بعرفه. هذا السوق بعرفه وكل يوم بيجي عندي شي 100 زبون بعرفهم وبعرف قرايبينهم للزباين كمان. شو فكرك أنت؟ معناته كل يوم بيجي لعندي زباين أنا إذا أجا 100 قرايبينهم شي 100 صرت بعرف لك قديش القرايبين. ها 100 عيلة صرت بعرف لك 5000 زلمة. ابو عبدو الاسم الكريم محمد اسمي كامل. خلاص خلينا على ابو عبدو اذا بدك. ابو عبدو امرك اللي بدك. هو محمد فراس رالي على راسي. محمد محمد متجوز؟ لا والله. معناته بدك تدبره. هلا انا عم بدور على عروس بس احذر شو عم يصير فيه. شو عم يصير لك؟ كل وحده شايفه حالها هيك عامله حالها رافعه من اخيرها للسما. وين ما رحنا نفس القصه. الدولارات صاروا هون ياخذوا العروس. والله مسكين راحوا بالدولارات صاروا. الوحدة هون بتكون عم بتنام بتلاقي انت اكبر قدر غرفة وصالون اخذين اهلها وكل 4-5 أولاد سوا وكذا. بيجي ابوها 5000 دولار متقدم و10 متأخر. يا ومو بس هيك وذهب بدك تعطيها ذهب سيدي وبيت لحالها وشغلة طلبوا منك ذهب؟ طبعا طلبوا مني قال 23 ذهبة. قلت له ليش كلها؟ قال والله أجار جايبتها لهون. يعني هي المشكلة مشكلة البنات ولا أهلهم؟ لك البنات وأهلهم اثنين. البنت سوا لأنه البنت عم يصحلها خير. الله ناس لأن الشباب اللي هون كتار وهن قلال. إيه والله شباب كتار والبنات شو كله. إيه ما في البنات شو عم بتصير؟
منقرض البنات شوي، مو مثل الشام، الشام اللي بيتجوز بيعطوه تنتين على البيعه بس تجوز بليا هو ما في مثل الشام، هون البنت عامله هيك هي وماشي. جيرانك كمان محلات حداده وهون سوق شغال؟ ايه سوق حداده وسوق مثل طيب. انت فوزي باشا وجنب يعني موبعي باشا طلعت مالطا اول اول دخل على ايدك اليسار هون المحل ولحق بس شو شغل انت اول شغلك بيجيك زباين هيك عارف شلون؟ اذا شغلك عفشيكا اذا بتفتح بنص فوجي باشا ما حدا بيجي ما حدا اخي بيجي اول مره بيقول لك السلام عليكم ما عاد ايده هون الحمد لله من فضل الله لا موسم ولا غير موسم على طول مضغوطين. بس هلا ما عاد فينا نقول لحدا من الشباب بيمرق لعندك اذا بده يتجوز صعب لانه نشفتها ما عاد مو نشفتها اهاليهم هن اللي نشفوها. طب نحكي كلمتين لهم يا جماعه يعني روقوا ما بعرف انو روقوا لحتى البنت ثانيه بدهم يروحوا بدكم تروحوا نحن معنا دقيقه تستنوا دقيقه لا دقيقه تستنوا ولا بدكم تروحوا دقيقه ايه اللي بس امر يلا خلاص شكرا يلا. ابو عبدو لك الله يخليك الله ياسي. ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك شكرا شكرا الله يوفقك بيبعث لك شي مليون دولار وعروس قول امين بس مليون دولار انت والسامعين جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملكاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه وياكم